أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي في مساء. مرحبا في عدد جديد من حصتكم ولادنا تحت جناحنا. ولادنا تحت جناحنا حصة موجهة لكم، من خلالها نفيدكم ببعض النصائح باش تربيوا ولادكم اللي هم ولادنا بالطريقة السليمة. معنا دائما أخصائيين في شتى المجالات يعاونونا باش نفيدكم إن شاء الله. اليوم عندنا موضوع مهم، هذا الموضوع ما نقولش بلي يقيس العائلة الجزائرية كاملة، ولكن كاين بعض العائلات اللي قاسهم هذا الموضوع هذا اللي هو الأخطاء الطبية لزيرور ميديكال. دونك راح نتكلموا عليها اليوم. معنا المحامي السي الهادي فيصل من منظمة الجزائر، أستاذ مكون. مرحبا بك أستاذ، مرحبا بك، شرفتنا. مرحبا بك. تفضل أستاذ. شكرا. تفضل. معنا كذلك سيدة تفاحي هنية، أخصائية في علم النفس. مرحبا بك مدام، مرحبا بك. تفضلي. شرفتينا مدام. شرفتينا. معنا كذلك سيد لابري نوردين، أخصائي في علم التربية. مرحبا بك. تفضل. ربي يخليك. شكرا. معنا كذلك تجربة حية، الأم والي حبيبة. تفضلي مدام. مرحبا بك مدام. شرفتينا. شرفتينا أنت والعروسة الكتكوتة الصغيرة هذه. مرحبا بك مدام. معنا كذلك الطفلة رحال اللي راح تدي الواجبات المدرسية تاعها في هذا المكتب الجميل. تعالي بنتي، واش راكي بنتي؟ لاباس؟ بخير. واش راكي؟ لاباس. شحال في عمرك رحال؟ 13 ans. 13 سنة، الله يبارك. واش سنة درسي؟ دوزيام اني سي. سنة ثانية في المتوسطة. تقراي مليح؟ تحبي تقراي؟ الله يبارك. والواجبات المدرسية تاعك كيفاش ديريهم؟ بانتظام ولا حتى يقول لك روحي تقراي؟ بانتظام. مش حتى يقول لك روحي تقراي وكامل وحدك. الله يبارك. والوالدين تاعك يراقبوك يشوفوا واش راكي ديري واش ما كاينش ديري، تابعوك. الله يبارك. اذا تحيه للوالدين تاعك. تفضلي بنتي، روحي ديري الواجبات المدرسيه تاعك في هذاك المكتب اللي وجدناه لك، وانتم يا اطفال هذا هو الوقت اللي تروحوا ديروا فيه الواجبات المدرسيه. شكرا. إذا مرحبا بكم في هذا العدد الخاص من حصة ولادنا تحت جناحنا، الخاص بالأخطاء الطبية. والله لما نتكلم على الأخطاء الطبية عمري ما نكون سعيد وانا نتكلم على أخطاء وكامل، ولكن احنا ماذا بينا اليوم ما نكونوش فاتاليست، يعني ما نقولوش باللي هذه الظاهرة سائدة ولا، ولكن نتكلموا على بعض الحالات اللي ممكن تكون بلك ربي يوفقنا أننا احنا بلك نكون سبب في تحسيس الناس، لأن الأخطاء الطبية ما تقعش على عاتق الطبيب فقط ولا الجانب الطبي، يعني كاين جوانب عديدة. اليوم معنا حالة حية راح نبدأ بها، الأم والي حبيبة. مرحبا بك مدام. مرحبا بك. مدام انا نشوف باللي العروسه اللي راهي في يدك الدنيا ملاك، شفتها مقبله وكامل، يعني كاين اسراء خطا طبي كما قلتي لي مقبله، ماذا بينا تكلمينا عليه باش ننطلق من عندك ونسي ونحاولوا كيفاش نتكلموا على هذه الظاهره هذه. تفضلي مدام. والله مساء الخير علي. مساء الخير عليكم. مرحبا بك مدام. الله يسلمك عايشك. الخطا الطبي اللي وقع لي ما كنتش نسنى فيه صح، مي قدر الله وما شاء فعل. سبحانه. كان في الولادة مدام؟ لا، كان في لاكوشمو. في الولادة. شحال عنده؟ شحال عندها دنيا ملك؟ عندها دوكا 18 شهر. 18 شهر، الله يبارك. كيفاش وقع هذا الخطأ الطبي وكيفاش فقتوا له وكيفاش عرفتوا وكيفاش؟ لا والله أثناء الولادة، أنا صح الولادة كانت متعصرة، مي لي ميدسان كانوا تما ما كانوش فريمون قايمين بيا،
كما يلزم. كيفاش يعني؟ باش ما فهموش يعني خلوني هما على بالهم بلي الوقت فاتني شويه الوقت، مي خلوني في لو مومون تاع لاكوشمون الفالي نورمالمون كي شافوني هكذاك ما قدرتش نورمالمون يديروا لي سيزاريان. هما خلاوني تما قاعدين يتعصروا معايا ويسيفوا عليا باش نولد نورمال. شحال قعدتي وقت الولاده تاعك؟ والله قعدت تقدر تقول شفت دخلت على 11 تاع الليل حتى الغدوه من ذاك 5 ونص باش زيت. 5 ونص تاع العشيه. 5 ونص تاع العشيه؟ وانايا نسوفري لا سوفرونس هذه كامل. ايه ايه وعلاش ما حبوش يديروك سيزاريان؟ قالوا لك علاش؟ ما حتى في الاخير كانوا حابين يديروا لي سيزار كي شافوا خلاص طفرت حبوا يديروا لي سيزاريان، من بعد طفرت ما داو لي لي فورسابس. ولي فورسابس كيما لبنا كامل باللي منعوهم، هي ممنوعين لي فورسابس من فلوغوب راهم منعوهم، مي سيفوا عليا باش يديروا لي لي فورسابس. ايه ومن بعد انايا ما كنتش على بالي بلي بنتي قاسوها لي ولا من بعد غدوه كي عطاوها لي بدات تبكي تبكي حتى الغدوه من ذاك الصباح ما سكتتش ديتها للبيدياتر صباح كي جاو، قلت لهم بلي فوالا بنتي ماكلات ما شربت ما قدرت دير والو قاعده غير تبكي، قالوا لي سي نورمال. من بعد كونفيسات بدات تعوج من هذيك واسمو البكاء تاعها بدات تعوج، عطيتها لهم يا اخي. من بعد دخلوها النوبيكور، كي دخلوها النوبيكور ما حبوش يديكلاري وباللي صارت حاجه في لاكوشمون. ابخي واحد الان سومان هكذاك قلت لهم بنتي واش بها، قالوا لي مالفورماسيون، عندها مالفورماسيون في لو سيرفو. بصح كيفاش بنتي عندها مالفورماسيون في لي سيرفو؟ كوم بنتي درت لها ليكوغرافي، درت لها كانت دير درت لي زاناليز، درت تو سكيلفو، واش قالت لي الجينيكولوج كنت نتبع عندهم وكنت نتبع عند بريفي. من بعد سكت ما حبيت نهضر والو. كي خرجتها زدت واحد دو موا درت لها ليغام، كي درت لها ليغام خرج لي ابسونس دو مال فورماسيون، اسمها يا با دو مال فورماسيون داكو، اسمها سي اون ايغور ميديكال. من بعد ديكلاريت قلت بعث لوزير الصحه او السكان فاكسيت له جاو داروا لونكات تاعهم رحت ليهم. من بعد اكتشفوا انه هادي سي اون ايغور ميديكال، استعرفوا بلي خطا طبي. استعرفوا، انا قلت لهم ماني مسحقه والو، قلت لهم خذوها بريس اون شارج داووها واش اللي لازم يديروا لها يديروا لها. قالوا لي اوكي، ضربوا النح كامل ما ردوا لي حتى رد، عاود عيطت لهم ثاني كيف كيف. شحال عندها من اللي عندها دوكا عام عامل استعرفوا خطا طبي، عام اللي جاو داو لونكات و تما تاكدوا انه سيتونيغور ميديكال. عندك وثيقه؟ عطاوك ورقه باللي في المينيستير؟ ما عطاونيش، بصح انا عندي الوثائق كلها انه تثبت بنتي سيتونيغور ميديكال. ومام كي داروا راحوا الماتيرنيتي جبدوا الدوسي تاعي كيفاش كانت بنتي في كرشي افون لاكوشمون ومن بعد ابخي لاكوشمون، شافوا لا ديفيرونس انه مع ليارام ثاني الريزلت تاع ليارام تاكدوا انه بلي ما عندهاش مال فورماسيون كامل. ما عندهاش مال فورماسيون. ودركا واش راكي ديري دركا؟ راكي تسناي؟ انا عيطت لهم، عيطت لهم للمينيستير لا سونتي وزاره الصحه، مي ما كان حتى خبر. مازال ما عطاوكش خبر؟ اه رحت بون قالوا لي جيبي لنا ورقه من عند شيفت سيرفيس وبوضاحه يعني بي نورمال قالتها ونقولها يعني قدام الناس كامل، يعني قالتها ال ميريت با لا بريسون شارج بنتي. علاش؟ على باليش علاه. اه هذا هو اللي ما حبيتش نفهم. انا نظن بلي ماشي هي اللي ديسيدي بنتك بريسون شارج، ولا كاين كوميسيون على ما نظن. ايه لا كوميسيون. ايه علاش؟ انايا النوروبيدياتري تاعها قالت لي صح في ليترونجي طول الحاله تاعها باش تريكوبيري، مي الفا ريكوبيري او موا 40-50% لهيه داكور ميو كي راهي 100% دوكا. هما عند الولاده قاسوا لها المخ، لو سيرفو، المخ تاعها، المخ تاعها. ودرك شفتها مقبله عندها شويه لي كريز؟ عندها لي كريز ايبيليبسي تانيك. عندها لي كريز ايبيليبسي وتبع تشرب دواء الريفوتريل والديباكين. داكور داكور مدام. والله انا نتاسف لهذا الوضع هذا، ان شاء الله بربي ان شاء الله يسير. والله شوف انا درت اللي عليا كامل،
يعني اتصلت، يعني ما كاش كان عندي اختيار واحد اخر، ما كاش كيما نروح لوزاره الصحه. قالوا لي روحي وزارة الصحة، رحت لوزارة الصحة وبعثت لهم وجاو، يعني درت كلش، حبيت نروح معاهم على ميابل باسكو مانيش بنتي الحمد لله راهي تاكل تشرب ما خصها والو، ان شاء الله ربي يقدرني في الدنيا هذه وما يخصها والو. شكرا 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 السيدة ولي. سي الهادي فيصل محامي لدى منظمة الجزائر وأستاذ مكون، احنا رانا اليوم هنا باش نتكلموا على هذه الحالة، احنا ما راناش هنا باش يعني نتكلموا على طرف مذنب ولا مرش بدون تطفل، يعني بالضبط ما راناش نحكموا في الناس، ولكن ماذا بينا نتكلموا على العائلة الجزائرية أنه هذه الأخطاء موجودة في العالم، موجودة في العالم كله، ولكن هو باش الانسان يعني يستعرف بالغلطه ديالو ويصححها وكامل، هذا هو الغرض نتاعنا احنا، لانه الكمال لله سبحانه وتعالى، يعني باش الانسان ما يغلطش من المستحيل. انا حبيت يعني مكانه الخطا الطبي في القانون، يعني في القانون هل القانون يتكلم على هذا الموضوع هذا، وهل هناك قوانين يعني تحمي الناس اللي تعرضوا للخطا الطبي، وتحمي كذلك بالمرات الخطأ الطبي ما يكونش من الطبيب، ممكن يكون من العون، ممكن يكون من أشياء اللي خارجة من الطبيب، يعني لازم يفو دابور ديفينير ليرور ميديكال وين راهي وكامل. هل القانون الأخطاء الطبية عندها مكانها؟ مرحبا بك. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، متشرفين بالتواجد معك الأخ يزيد ومع الإخوة الأخصائيين والأخ الأستاذ طرباوي. بالنسبة للمشرع الجزائري قد أعنى هذا الجانب من ما يتعلق بالأخطاء الطبية بمواد وبقسم كبير يعني في القوانين في القوانين، سواء ما يتعلق بها في القوانين الإدارية والمتعلقة بقطاع الصحة وإلى غير ذلك. بالنسبة للخطأ الطبي هو متواجد في كل دول العالم حتى الدول المتطورة. المشرع الجزائري في مثل هذه الحالات أعطى الحق للمواطن ضحية هذا الخطأ الطبي بعد التأكد من وجود خطأ طبي أنه يلجأ للقضاء، سواء بمطالبة المؤسسة الاستشفائية على أساس الخطأ المرفقي، أو مطالبة الطبيب شخصيا على أساس الخطأ الشخصي بالتعويض عن الضرر الذي أصاب هذا الضحية. وبالتالي حتى قبل أن نتطرق إلى الموضوع القضاء وغير ذلك، من المفروض أنه هنالك لجنة على مستوى وزارة الصحة، المؤسسة الاستشفائية بعد التأكد من وجود خطأ طبي من المفروض أن ترسل هذا الملف إلى اللجنة لدراسته، وإن كان علاج ضحية الخطأ الطبي متواجد بالجزائر فسيتم التكفل به على المستوى الوطني، وإذا كان غير متوفر في الوطن فإن اللجنة المختصة ستقوم بالتكفل به وبعلاجه خارج الوطن. هذا من الجانب الودي. أما بالنسبة للقضاء في المشرع الجزائري يعني منح كامل الضمانات لضحايا الأخطاء الطبية، سواء باللجوء للقضاء الإداري أو القضاء الجزائي، للمطالبة بالتعويضات عن الضرر اللاحق بالضحية. أستاذ، هل صادفتك يعني حالات هكذا، ولا سمعت عن حالات مع زملاء ولا كامل وين وصلوا حتى القضاء وكامل، وكيفاش كان؟ هل من السهل أنك بور ديتيرميني لافوت، يعني باش تبين وتأكد الخطأ الطبي؟ أنا نظن صعب شوية كيفاش تتأكد من هذا الخطأ الطبي؟ لا، يمكن المواطن اللي كان ضحية خطأ طبي أنه يطلب من المحكمة تعيين خبير من أجل إجراء فحص والتأكد إذا كان هناك خطأ طبي. هذا إذا ما تكلمنا على الخطأ الطبي المؤدي إلى إعاقة أو إلى مرض مزمن، يعني الخطأ الطبي المؤدي للوفاة هذا شيء آخر.
يعني والمحكمة ستقوم بتعيين طبيب خبير في خبير يروح ليتأكد من وجود الخطأ الطبي. ولكن انت يا سيدتي قلت لي بلي مازالك في انا نحييك على انك حابه يعني هذه القضيه هذه يعني بطريقه وديه، يعني نحيي فيك هذه الشجاعه هذه. يعطيك الصحه، يعطيك الصحه. ولا نظن بلي الانسان اللي يفكر هكذا يعني ما علينا ان نشجعوه ونحيوه انك تفكر بطريقه وديه. ان شاء الله الصوت تاعك يوصل 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 للمعنيين بالامر، وزير الصحه يوصل المعنيين بالامر، ويوصل لا كوميسيون، يوصل ان شاء الله بربي هذا الملاك اللي اسمها ملاك تبرنا وترجع لنا. شكرا. ماذا بيا استاذه هنيه فحي، والله نظن هذه الاخطاء الطبيه يعني الوالدين ولا نظن النفسيه تاعهم فيها يعني حتتاثر. كيفاش هذه الام هذه اللي 18 شهر وبنتها ضحيه خطا طبي، وكامل هي عايشه معها وكامل تشوف في بنتها يجوها لي كريز، يجوها كذا، يجو ماذا بيا لو كانت تكلمي لنا يعني من النفسيه تاعها كيفاش تكون، وكيفاش راهي قدامنا كيفاش نقدروا نعاونوها يعني نعاونوها نفسيا ولو. نعم، شكرا سيدي زيد على هذه الاستضافه، ونوجه يعني فعلا الشكر الجزيل للام هذه، ونتمنى ان شاء الله هي ما حاش توقف هنا، ان شاء الله يكون عندها الكوراج باش تكمل ان شاء الله. ونتكلموا شويه عن الاخطاء الطبيه، كما قلت مقبل الكمال لله بالضبط، كاين اخطاء، هذا طبيب يخطا، هذاك مهندس يخطا، الى غير ذلك. حنا ما نقدروش نحاسبوا هذا على شخطاء، ولا هذه ترجع الى انسانيه شخصيه، ولكن فو اسومي يعني هذا هو. فوالا انا واش حبيت نقول لك، يعني واش جريتي كامل مدام لو ميدسان لي جيست ما دار لهاش الخطوات اللازمه وما اكدش، لان المصداقيه راح تروح ليه، يعني هذا هو المشكل. بس على حسب واش قال الاستاذ، اذا كان ما عندهاش رابور تاع الميدسان لي جيست قادر المحكمه ولا بون، احنا ان شاء الله ما توصليش لهذا الشيء. نعم، قادر المحكمه تعين خبير. انا نظن الخطا الطبي مثلا انا كوشمون ما فيش انسان واحد، ما فيش يعني يكونوا يكونوا على الاقل ثلاثه ساج فام طبيب وكذا وكامل، يعني على من تقع كما تفضل الشيخ وقال الاستاذ كما تفضل وقال، هل هو خطا يعني مرفقي ولا خطا شخصي. يعني انا نظن باللي ماذا بيا استاذ وكان توضح لنا هذه النقطه هذه، يعني كيفاش ممكن اننا نحدد هذا الخطا. يعني هي من الافضل ما دام انه الخطا وقع بالمؤسسه الاستشفائيه مقاضاه المؤسسه الاستشفائيه، والمؤسسه الاستشفائيه القانون كذلك خول لها ان تقاضي يعني الطبيب المتسبب في الخطا الطبي. بالضبط، يعني هو يعني بالرجوع على الطبيب المتسبب في الخطا. بالضبط، يعني هو من المفروض انه الضحيه ما يدخلش في هذه التفاصيل هذه، يعني شكون ولا يعني هو كان في يعني مصلحه استشفائيه، يعني المشرع الجزائري راعى هذا الامر وقدم يعني الحل بمقاضاه المؤسسه الاستشفائيه على اساس الخطا المرفقي. بالضبط. استاذه كلمتينا مقبله على نفسيه. نعم، يعني المشكله انه نفسيه الام هذه ولا الاب هذا، يعني حتى العائله تاعها كلها، بالك جد البنت، بالك جدتها، بالك يعني كلهم مقيوسين بهذا الخطا الطبي هذا. شغل احنا ما نحبوش انهم يحسوا باللي انهم انظلموا، يعني انه ظلم. يعني بالمرات كي تحس باللي خطا وقع وتشوف باللي الجزاء انسان ما ناس جزاؤه، كيفاش تكون النفسيه تاع هذا؟ نعم، يعني هو نعتبر روحنا خطا، ولكن احنا كمسلمين عندنا قضاء والقدر. بالضبط، يعني ربي سبحانه لو كان ما كتب لهاش ما كانتش تنقاس. بالضبط بالضبط، يعني من هذه الناحيه حتى الام راهو خطا، مما يقعدش عندها هذاك الاحساس انه خطا ولازم ولازم. معليش، حنا تحاول تتكيف مع الوضعيه اللي راهي فيها، طفله مصابه 100% يعني للحاله تاعها، ويحاولوا حنا ناخذوا هنا ناخذوا لي بارون بريزون شارج، لان رعايه الطفله كيما هذه صعبه جدا، ولازم ندير الكوراج باسكو مازال الطريق طويله. الطريق طويله بالضبط، حنا ان شاء الله ان شاء الله تكون عندها اون بريزون شارج. نتمناو فوالا على الاقل كيما نقولوا نلحقوا نسبه العلاج 50%. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. انا نظن
الطبيه استاذ لابري تشاطرني الراي، الاخطاء الطبيه ماشي غير عند الولاده، يعني موجوده في العالم كله. انا عندي مثلا في العائله ابن عم الوالد في العمليه الجراحيه نسولو حاجه لداخل، يعني امتيت كومبريس كومبريس، يعني جاب لي ربي هذه يعني الشائعه هذه، ولكن بون ما نقولش بلي كاينه بزاف، ولكن هي اللي تسرع اكثر انه تكون كومبريس. الكومبريس علاش؟ لانها تكون ملونه بالدم، يعني تظهر شيء ما تبانش، ما تقعدش بيضاء باش الناس تفهم ميتو. صرا له مشكل يعني قاسة بزاف، يعني كانت سيتي دور يعني كيفاش عاودوا حلوه، كيفاش والانسان هذاك لما يدير عمليه جراحيه، دونك هذاك التروماتيزم هذاك بوست اوبيراتوار، وتزيد تقول له عاود رجع نزيدو نفتحوك ولا هذه، يعني الشيء ياثر على النفسيه نتاعو، ياثر على النفسيه نتاعو، وما بالك لما يكون طفل. استاذ لابري، يعني احنا ماذا بينا تكلمنا عن نفسية الأطفال اللي عملوا عملية جراحية، يعني بدون ما يكون عندهم خطأ طبي ويجوا يرجعوا للمدرسة، كيفاش تكون نفسية تاعهم هادو يعني بدون أي خطأ طبي؟ بلك الأطفال هي أبسط العمليات، هي الختان وكامل، ولكن بالمرات كاين لابنديسيت، كاين لما يرجعوا للمدرسة كيفاش تكون نفسية تاعهم الأطفال هادو؟ شكرا أستاذ يزيد، لكن لو سمحت لي نقول كلمة ولو وجيزة حول الخطأ. تفضل. لازم. ولكن بدي هذه بدئين اسمح لي أن أعبر عن التضامن تاعنا الكلي والتعاطف معنا الكلي مع أم ملاك ووالدها والعائلة التي تعيش معها، نقول لها ربي معاك وندعو لها بالصبر وبالشجاعة، إن شاء الله ربي يعطيها واحد الشجاعة واحد القدرة. كما ندعو لملاك إن شاء الله الشفاء، وإن شاء الله تتحسن حالتها، وهي بنت الجزائر وعندها حق على الشعب الجزائري بمؤسسات الدولة الجزائرية، وإن شاء الله يكون الخير. تفائلي خير تجدي إن شاء الله. هذا من جهة. من جهة أخرى، أنا لا أحبذ محاكمة أصحاب المهن وأصحاب الوظائف، لأن مهنة الطب هي مهنة نبيلة، مهنة ومهنة نبيلة شريفة. بالضبط. يعني للتنبيه فقط، وخطيرة نعم، فيها أخطار المهنة. بالضبط. مثل كل مهنة أخرى فيها أخطار المهنة. وأنا أحيي أطباءنا، بناتنا وولادنا اللي راهم ساهرين على مرضانا وعلينا وعلى صحة أبنائنا، رغم الصعوبات التي يعانونها الأطباء والشبه الطبي، ونقول لهم ربي يعاونكم، لأنهم كذلك هم أبناء الجزائر وراهم في بلادهم رميعا. بالنسبة للخطأ الطبي، أنت قلت والأستاذ قال بأنه مش لا يظهر إلا في، لا غير موجود غير في الجزائر فقط، وإنما موجود في بلدان العالم. أنا عندي واحد الرقم في أمريكا، في سنة 88 ألف خطأ طبي، 88 ألف خطأ طبي، يعني نسبة كبيرة، وهذه أمريكا أكبر دولة في العالم. إذن هذا يحصل، يعني الطبيب يبقى إنسان، يبقى إنسان. ولكن إحنا المهم قبل أن نتحدث عن العقوبات وعن القانون وعن الزجر، قبل أن هو لابد يكون فيه قانون ليحمي حقوق المواطن وليحمي الحقوق جميعا، ولكن قبل أن نركز على هذا الجانب، شفك الله يا بنيتي، شفك الله. إذن لابد أن نتكلم عن ماذا يمكننا أن نفعل للتقليص من هذه الظاهرة. بالضبط. من هذا المنبر احنا حصة تحسيسية. كذلك ممكن يعني النداء تاعنا راح يوصل للمؤسسات الاستشفائية، بلك يوصل قبل. احنا لا نشكك في نية الطبيب، احنا ما عندنا الشك. انا ساذهب الى ابعد من هذا. إذن احنا لازم نقولوا ما هي الاسباب التي تجعل يعني اللي تتسبب في هذه الاخطاء، ما هي مش هي الاسباب؟ يعني هل يجي في بال واحد بان الطبيب الجزائري يخطئ متعمدا؟ لا لا، حاشا. لا يمكن، لا يمكن، ما نظنش، انا لا اظن، والله اعلم، باش يتمكن ويدير خطا
يعني عمدا يعني باش يضر يضر بحياه وبحياه مواطن مثله. هذا 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 لا يمكن. بالضبط بالضبط. ولكن الاخطاء فين تقع؟ تقع في الاخطاء تاع النقص في التكوين والنقص في المؤهلات العلميه. هذا هو هنا راهو نقص الامكانيات بالمرات وكذلك نقص الامكانيات يعني. هذو يساعدوا. وانا هنا نتكلم عن التعليم والتربيه، مادام ان وجودي اليوم من اجل هذا انا نقول لابنائنا الطلبه التلاميذ والطلبه، حذاري حذاري من الغش، حذاري من حب التنقل من قسم الى قسم الى الجامعه وانت غير متسلح غير متمكن. يا بني للاولياء ما تروحوش تطبعوا ولادكم غير باش يوصل لك للبكالوريا ويروح للجامعه وهو ناقص في التكوين نتاعو، ويخليهم يعتمدوا على الغش. وهنا مانيش نقول في الطب فقط بالضبط، ولكن الطب يقيس حياه المواطن، حياة يعني المواطن في كل المجالات. مثلا طيار مثلا في كندا وكاين عده دول، مثلا تروح باي دبلوم باي شهاده تروح تخدم مباشره الا الطب. تعاود تقرا من دار وجديد، تعاود تقرا كاع السنوات اللي قريتها تعاود تقراهم، يعني حفاظا على حياه الناس. يعني لان الخطا الطبي ما يرحمش، مثل خطا الطيار. بالضبط نفس الشيء وانا زيد نروح ابعد من هذا، مثل خطا المعلم ما يرحمش، لانه اذا اخطا المعلم راه تجي الكامل راح. بالضبط اذا اذا تمادى في الخطا راه راح تجي. يعني اول كريتير لانديس الاولاني هو التكوين، هو التكوين. بارك التكوين الله فيك حقيقة. لما نتسلح بالتكوين ونكون عندنا ونمشي في المسار تاعي وانا متمكن والاولياء يكونوا واعيين بهذا والمؤسسات المشرفة على التقييم وعلى الامتحانات وعلى كذا، فلابد يكونوا عندنا إطارات في كل المجالات. وإحنا مشهورين الجزائر مهما نقول، فيقولوا بلي أطباءنا من أحسن الأطباء. هكذا يقولوها ولا نقولوها؟ إحنا ما نشهنا باش نشك نعم 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 ولكن في نفس الوقت لازم نفهم المواطن المصاب، المواطن المصاب. ما مانيش نقلل من حجم من حدة المعاناة نتاعو. بالضبط. لأن المواطن كذلك عنده حق ويقول لك ما يحس بالجمرة غير اللي عافس عليه. بالضبط. وبالتالي إذن أنا سيزيد أنا حبيت نركز على هذا النقطة هذه بالضبط. الأمانة والإخلاص في التعلم، لأن العلم هو شيء نبيل شيء مقدس. بالضبط. ما لازمش نغش في العلم، نغش في كلش ممكن ينجاز نصحح، ولكن العلم ما نجمش نغش به، والطب هو علم والصيدلة علم وإلى غير ذلك. شكرا 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 شكرا. وكذلك حبيت نركز كذلك حقيقة التكوين وكامل مهم، ولكن قوة البلاد وقوة الدولة كذلك بقوة قوانينها، بقوة نعم التشريع. نعم أكيد. بقوة يعني وش يحمي المواطن هو القوانين. القوانين هي اللي تنظم مسار الحياة في أي مجتمع. إذن يعطيكم الصحة، إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا من هذا الموضوع اللي هو الأخطاء الطبية. إحنا ماذا بينا هذه الأخطاء الطبية، إحنا ما جيناش اليوم باش يكون الذنب على أي طرف، بالعكس إحنا جينا للتحسيس على هذه الأخطاء الطبية. هي موجودة الكمال لله، ولكن جينا للتحسيس إن شاء الله في بلادنا هذه الأخطاء الطبية تزول وكاع المواطنين يتعالجوا بطريقة سليمة. إذن تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الإنترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا عبر صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد. نحب الجري في كل مكان، حق العيب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق لا ولا مدلولة في العب تحيا بسلم وأمان، نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان.